سيد عباس، يعني شنو الأدلة اللي ممكن تكون أدلة مادية ممسوكة تقنع القضاء وكذلك تقنع الأمم المتحدة اللي باركت لهذه الانتخابات؟ السيد المشعل يقول لك ما لقينا أدلة بالمستوى اللي يرقى لي نقول على الدليل مادي فعلي. وأكو أقوى من الدليل الحالي الآن اللي نتحدث عنه، وهو أنه مقاعد الانتخابات تتغير من وقت لآخر منذ أيام أو منذ أسابيع. يعني خلال هذه عملية إعادة العدوى الفرز في بعض المراكز الانتخابية والتي تقصي وتطيح بهذا المقعد وذاك المقعد وهذا المرشح وذاك بس المرشح، ما معلن النتائج إلى الآن النهائية. سيد عباس مخاف بإعلان نتائج يختلف الوضع، يعني الحديث هسه هنا مقعد هنا مقعد، مو هو هذا الدليل القاطع؟ لا، هذا دليل وقاطع أيضا، لأنه المرشح الذي أعلنته المفوضية أنه فائز في وقت من الأوقات عادت وقالت أنه هذا ليس فائز وأن هناك من هو أفضل من هو أكثر أصواتا وبالتالي صعدت اسم آخر. هذا دليل على أن هناك عملية تزوير ودليل واضح وعلني وقطعي وتقدمه المفوضية.